أعزائي المشاهدات والمشاهدين، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناة ملهمتي اللي خصصناها النساء تركوا البصمات ديالهم على صفحات تاريخ مجتمعاتهم وشكلوا نماذج كتبرز عبقرية المرأة في العديد من المجالات. والمقصود من ذكر سيرة هاد النساء هو استخلاص العبر على قدرة المرأة على العطاء في شتى الميادين. وما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وديروا جيم أو لايك باش يوصلكم كل جديد. حلقة اليوم غادي تكون حول زينب النفزاوية. لا شك أنكم غادي تكونوا لاحظتوا أن هناك العديد من المؤسسات التعليمية بالمغرب كتحمل هذا الاسم. زينب النفزاوية هي الأميرة الأمازيغية التي لقبت بزوجة الزعماء والأمراء. في هذه الحلقة غادي نتعرفوا على دورها المهم في حياة موحد المغرب وموسع دولة المرابطين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. وكذلك غادي نتكلموا على مدينة مراكش، مدينة اللي تعرفت من بعد بمدينة سبعة رجال. البطلة ديالنا هي زينب تنفزاوت، إحدى أشهر النساء الأمازيغيات خلال عصر الإمبراطورية المرابطية. هي زينب بنت إسحاق الهواري، وهو من التجار الكبار بقبيلة نفزاوة الأمازيغية بتونس، والذي هاجر إلى مدينة أغمات بضواحي مراكش بالمغرب بحثاً عن الأمن والأمان، وهرباً من استبداد قبائل بني هلال الذين هجروا من مصر خلال القرن الحادي عشر. في مدينة أغمات تضعفت ثروة والد زينب إسحاق الهواري، فموقع المدينة جاء في مفترق الطرق التجارية، وهو الأمر اللي كان ليه أثر بالغ في تكوين شخصية زينب اللي كانت ترى نفسها على درجة كبيرة من الذكاء والثراء. منين كبرت زينب النفزاوية صارت امرأة ذات جمال فتان، وصار الرجال يتنافسون على خطبتها، لكنها رفضتهم كلهم. علاش؟ لأنها كانت مقتنعة أن جمالها غادي يوصلها لأعلى المراتب، وكانت كتصرح أنها لن تتزوج إلا بمن يحكم المغرب كله. في المحيط ديالها آنذاك كانوا كيوصفوها بالجنون ومعرفة الغيب، وما كانوش كيتخيلوا أنها غادي تحقق كلامها وتصير زوجة أربع أمراء. كما قلنا كان الرجال يتوددون للاقتراب منها، ومنهم كبار الأمراء، فتزوجت يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن وطاس شيخ مدينة أوريكا نواحي مراكش. بعد طلاقها من شيخ أوريكا لأنها ما كانتش مقتنعة بهذا الزواج، تزوجت زينب النفزاوية من أمير أغمات القوط بن يوسف المغراوي، بقات على الدم ديالو إلى وصول المرابطين إلى مدينة أغمات، حيث اضطر القوط إلى الفرار وتركها وحيدة قبل ما يلحق به المرابطون فيقتلوه. ثم تزوجها أبو بكر بن عمر اللمتوني القائد العام للمرابطين عنوة، فهي كانت كتمتع بجمال وحسن فائق الوصف كما ذكر المؤرخون. وهكذا انتقلت من أرملة أمير مقتول إلى زوجة لقائد منتصر. غادي نتوقفوا هنا ونمشي ونتعرفوا على هذا القائد العسكري العظيم اللي نشر الإسلام في العديد من المناطق بإفريقيا اللي كانت غارقة في الوثنية، وما خدش حقه تاريخيا بحال بن عمو يوسف بن تاشفين. وغنتعرفوا كذلك على ظروف قيام الدولة المرابطية اللي خلفت الأدارسة بالمغرب، والدور المهم اللي لعبته زينب النفزاوية. بدأت قصة تأسيس دولة المرابطين
حينما قام الشيخ الداعية عبد الله بن ياسين بنشر دعوته الإصلاحية بين قبائل غرب إفريقيا التي عاتت في البدع والخرافات، فأسس رباطا للتعبد، والرباط هو مكان منعزل للعبادة يؤسسه شيخ وكيجيو له طلبة العلم لتلقي مختلف العلوم الشرعية. وهناك التحق به القائد يحيى بن عمر اللمتوني الأمازيغي الصنهاجي، فتحالف الخطاب الديني مع الحركة العسكرية، ولما شافوا أنهم تقواوا وكثروا أتباعهم قرروا أن تخرج الدعوة من الرباط إلى باقي شمال إفريقيا لتؤسس دولة تحكم الغرب الإسلامي. بعد وفاة القائد يحيى بن عمر تولى القيادة العسكرية أخوه أبو بكر بن عمر اللمتوني، والذي استمر في الفتوحات ونشر تعاليم الدين الإسلامية في العديد من المناطق ما وراء الصحراء، واستمر في التوسع إلى أن وصل إلى مدينة أغمات. هنا فين توقفنا وقلنا بلا أمير أغمات القوط المغراوي فر أمام هجوم المرابطين للحقوا به وقتلوه. القائد أبو بكر بن عمر اللمتوني غادي يتزوج قهرا من زينب النفزاوية بعد ما قتل زوجها حاكم أغمات القوط بن يوسف المغراوي. وشاءت الظروف آنذاك أن هذا الزواج ما غاديش يدوم مدة طويلة، حيث لم يتجاوز 3 أشهر، ذلك بعد أن وصلت أبو بكر أخبار وقوع فتنة بين المرابطين في موقع نشأتهم الأصلي، مما اضطره إلى العودة إلى الرباط من أجل تهدئة الأوضاع هناك. وقد اختلف المؤرخون في وضعية زينب النفزاوية، فمنهم من قال أن أبو بكر بن عمر اللمتوني قال لها أن هناك انقلابا حدث جنوب البلاد وأنا راجع إلى الصحراء وأريد الجهاد، وأنت امرأة جميلة لا طاقة لك على حرارة الصحراء، وإني مطلقك، فإذا انقضت عدتك تزوج ابن عمي يوسف بن تاشفين، فطلقها قبل سفره. ومنهم من قال أن بعد غيابه سنة كاملة استشارت الفقهاء في أمر غيابه فأجازوا تطليقها منه. بعدما استلم يوسف بن تاشفين الحكم من ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني تزوج بزينب النفزاوية بعد انقضاء عدتها، فوجد فيها خبرة تدبيرية وحنكة سياسية راكمتها من خلال معاشرتها لأزواجها السابقين. استمر ابن تاشفين في التوسع بشكل كبير في غرب إفريقيا، فساعدته في ذلك زوجته زينب بآرائها، فهي الملمة بالظروف الاجتماعية والسياسية وكذلك بمالها الذي ورثت عن والدها، فكانت مصدرا أساسيا لتمويل الدولة والجيش. لما عاد أبو بكر بن عمر من وراء الصحراء بنية استرجاع منصبه وعزل يوسف بن تاشفين، منين عرف يوسف بنية ابن عمه شاور زوجته زينب النفزاوية. وهنا غادي تلعب دور آخر مهم في حياة المرابطين بالعبقرية ديالها، وبما أنها كانت من قبل زوجة لأبو بكر أعطته الحل وأشارت عليه بالخروج لملاقاته خارج المدينة واستقباله في موكب عسكري مهيب، وما ينزلش على الفرس ديالو وبين له الترفع وما يتواضعش معاه بحال كيما موالف، رغم أنه كيتعتبر نائب ديال الأمير أبو بكر بن عمر. قالت له يتصرف بديك الطريقة باش يحس هاد الأخير أنه مساوي له، وأشارت عليه كذلك
أنه يلطف في الأخير بالهدايا ويكثر منها، لأنه كيجاهد في سبيل الله في أعماق الصحراء، وكل ما سيهدى له فهو سيكون مرحب به. وفعلا استقبل يوسف بن تاشفين محاط بالجيوش ديالو، وعوض نزل يسلم عليه كما جرت العادة، بقى فوق الفرس ديالو وتعامل معاه بتكبر واستعلاء. شاف أبو بكر بن عمر كثرة الجنود والطريقة اللي استقبلوا بها بن تاشفين، وفهم أن بن عمه اللي تركوا نائب عليه في شمال إفريقيا ومشى هو للصحراء باش يقضي على الفتنة والوطنية، ما غاديش يفرط في المنصب ديالو بهذه السهولة. مع العلم أن يوسف بن تاشفين حافظ على العلاقة الإنسانية والقيم اللي قامت عليها الدولة المرابطية، فزود أبو بكر بالمؤونة الضرورية ليعود من حيث جاء قائلا: أيها الأمير، إني جئتك بكل ما معي من مال وأتات وطعام وإدام لتستعين به على بلاد الصحراء. يعني تيقول له بطريقة غير مباشرة: فهم راسك ارجع منين جيتي. غادي نتوقفوا هنا ونضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله لتتمة سيرة الأميرة المغربية الأمازيغية زينب بن فزاوية، ونشوفوا واش نجح المخطط ديالها في أنه يكون انقلاب أبيض ومن أندر الانقلابات في تاريخ السلالات الحاكمة أم لا. إلى اللقاء على قناة ملهمتي، وما تنسوش تشتركوا معنا وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد.